السلام عليكم. أنا موجود هلأ بمطار الملك خالد الدولي بالرياض، وحابب وجه رسالة لسماحة الأمين العام سيد حسن نصر الله. يا سماحة الأمين العام، اليوم تم طرد 40 شخص بين لبناني وسوري على يد أتباع محمد بن سلمان آل سعود. بس السبب لأنه نحن لبنانيين وسوريين، ممنوع نفوت على المنشآت الحكومية، يعني معودين عليهم وعلى جرائمهم، يعني قطع الأرزاق، يعني مثل قطع الأعناق مثل ما بقولوا. يعني هالمرة كانت مش بالمناشير ولا بالسكاكين، كانت بطريقة دبلوماسية مرتبة. ضغطوا على شركتنا، أنا بشركة بيمكو العربية للمقاولات بالمحطة 10 للكهرباء بالرياض. سألنا شو السبب يا سيد حسن، سألنا شو السبب، قال انتو أذكياء. نحن يعني كلنا معانا شهايد تقدير، وصرنا 8 سنين بالشركة وعلى مستوى عالي عالي بالشركة، وعلاقتنا كتير قوية مع كل المقاولين وماشي الحال. فجربنا نسأل انه شو القصة، انه شو في، ليه انه فجأة، يعني فجأة بليل وضحاها ضبوا غراتكم، ممنوع حدا يفوت على قلب المشروع وظهرونا لبرا. بس انا حبيت انه حييك وقل لك انه شو ما عملوا ومش حيقدروا يضغطوا علينا، والله يضغطوا على الرأي العام، مش لو بوقفونا عن العمل لو بيقطعونا. يا سيد حسن، نحن معك قلبا وقالبا ومع هالخط، وقلنا الله وبعد الله، قلنا انت يا سيد. السلام عليكم.